القطاع ولا الفنانين سواء المغرب كله ولا ديال الجهه. اقولها ولازم تكررها، هي ميلاد النقابه الوطنيه للمحترفين المسرح سنه 94. كانت هي الحد الفاصل ممارسه قبليه عشوائيه الى ممارسه تفاوليه نظاميه مبنيه على القوانين الغربيه. كنشوفوا ايضا شي غالب في الاهتمامات ديالنا. اكيد انه كل واحد يكون عنده مجموعه ديال الاستلام، مجموعه ديال الاشياء. الحكم اولا بعده على المركز، وحنا كنعرفوا للاسف باقي الاشكال ديال انه بزاف ديال الحوايج كيتصابوا في المركز، والاخوان والمجموعه ديال المناطق ما كيعرفوش مجموعه ديال الاشياء اللي كتطرح، وبالتالي فبالتالي كنت متكي على شي حاجه مشات. عندك شنو؟ عندك موهبتك، وعندك روح اشتغالك، عندك فمك خصك تبني بيه. تأثير هذا الورشه، ورشه تعزيز قدرات القيادات الجهويه للنقابه المغربيه المهنيه في الفنون الدراميه في اطار برنامج وطني عنده بعد وطني على مستوى التكوين، وايضا عنده بعد دولي من خلال الشراكه يعني اللي عاقدينها ما بيننا وما بين نقابه الاداء الفرنسيه، وايضا في اطار العضويه ديالنا في النقابه الفيدراليه الدوليه للممثلين. تاتي هذه المبادره من اجل تعزيز قدرات الفنانين على المستوى الجهوي، من اجل الترافع على القضايا الفنيه اللي كتشغلهم، وايضا من اجل يعني تعزيز البنيه الترافع لدى الفنانين على المستوى الجهوي، من اجل الوصول الى مجموعه من المكاسب التي تخدم الفنان على المستوى الجهه. لان الان كما كنعرفوا ان الدوله فاتحه ورش كبير ديال الجهويه الموسعه، ايضا كنتكلموا على العداله المجاليه في كاع القطاعات، فبالتالي لا يمكن ان يبقى الفن بعيد او الفن والثقافه عموما بعيدين على هذه الانشغالات. فبالتالي ارتئينا نحن يعني كنقابه اننا نحاولوا نفتحوا نقاشات حقيقيه، اننا نكونوا الاطر ديالنا على المستوى الجهوي من اجل يعني تعميم استفاده الجميع، الفنانين في مختلف اقاليم وجهات المملكة، من يعني الحقوق ديالهم الفنية ومن حقوقهم الثقافية، واللي غتنعكس بطبيعة الحال على الممارسة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والمستوى الجهوي. جهة العيون الساقية الحمراء اليوم كنعيشوا في إطار هذه الورشة التكوينية لتعزيز قدرات القيادية يعني الفروع النقابات الجهوية المغرب كامل. اليوم كاين في العيون بحضور مجموعة من الإخوة أعضاء المكتب الوطني، واللي جاوا باش يفتحوا واحد يعني نقاش وواحد الورش يعني المنخرطي ومهني الفنون الدرامية بالفرع ديال العيون، ومن خلاله يعني اعطاء يعني نبذه على المستجدات على الصعيد الوطني اللي كتعرفوا الساحه الثقافيه والفنيه، وايضا من اجل تعزيز هذه القدرات النقابيه اللي عند الاخوه منخرطي الفرع. هذه الورشه ديال تنميه القدرات بالنسبه للمناضلين ديال النقابه ديالنا، الهدف ديالها هو انه نحسوهم بكل المستجدات اللي كتهم القطاع، سواء فيما يخص قانون الفنان او الحمايه الاجتماعيه وحقوق المؤلف وحقوق المجاوره الى غير ذلك، وكذلك لمناقشه مجموعه من القضايا الداخليه اللي كتهم علاقه الجمعيه النقابه الام بالفرع ديال العيون، وكذلك باش نفتحوا حوار حول المشاكل اللي كيعرفها الفنان هنا في العيون، وكذلك شنو هما الاكراهات اللي كيعيشها، وشنو هما الحويجات اللي ممكن انه يتم معالجتها، ونقاش حول الطريقه والحوار حول الطريقه والشكل اللي ممكن تعالج به هذه القضايا. اذا هذا هو مضمون ديال هذه الورشه هذه. بالنسبه لهذه الورشه وانعكاسها على المهنيين ديال القطاع هم في الصحراء ولا في العيون بالتحديد في جهه العيون الساقيه الحمراء، ان شاء الله الرحمن الرحيم يستبشروا خير،
لان كنقابه مغربيه المهنيه فنون الدراميه نشتغلوا تقريبا لمده هذيك 12 عام ولا 13 عام على على على, على, على تكوين الفنانين في الجانب الحقوقي، يعني حقوقهم يعودوا يلحقوهم، والله زاد يعودوا يعرفوا شنو هما حقوقهم، كانوا قد يترافعوا عليهم ويعودوا يلحقوهم. يعني في هذه النقطه يعني احنا كدورنا كنقابيين ربما نقوموا به، النقابه المركزيه الله يجازيهم بالخير والاحسان دائما في تواصل معنا ويحاولوا عنهم اي مستجد في الشق القانوني يحاولوا يعود فرص الفنانين، وهذا ما كان قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.